بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة برنامج الميكاترونكس وبرنامج كهرباء وحاسب، النهاردة بنتكلم في سيكشن جديد في مادة إندستريال إلكترونكس أو الباور إلكترونكس. سيكشن النهاردة بيتكلم على دوائر الريكتفايرز. إيه هي وظيفة دوائر الريكتفايرز؟ وظيفة دوائر الريكتفايرز إنها تخلي اللود يشوف الـ AC source على إنه DC source، يعني مكافئ السورس بلس الريكتفاير، الاتنين دول بيبقوا مكافئهم ناحية الدي سي، ناحية اللود سايد بيبقوا مكافئهم ان هو دي سي سورس. انواع الريكتفايرز هي على حسب الاي سي سورس شكله ايه. فلو الاي سي سورس هو سنجل فيز فبجيب سنجل فيز ريكتفاير، ولو الاي سي سورس هو 3 فيز فبجيب 3 فيز ريكتفاير. وعلى حسب شكل دائرة الباور ممكن أقسمها إلى سنتر تايب ريكتفايرز و بريدج ريكتفايرز. نبدأ كده مع بعض نراجع الـ Uncontrolled سنتر تايب ريكتفاير. Uncontrolled سنتر تايب ريكتفاير اللي انتوا شايفينه ده دائرة الباور بتاعته، عبارة عن سنتر تايب ترانسفورمر و 2 دايودز، نقطة الكاثود بتاعتهم معمول لها كسر على بعضها، وديت النقطة الموجبة بتاعة الحمل، والنقطة السالبة بتاعة الحمل هي عبارة عن نقطة السنتر تاب. لو عايزين نرسم جهد الخارج، أولا عايز أشوف فيه كام احتمال لجهد الخارج. هلاقي أنا عندي اتنين دايود، دايود واحد ودايود اتنين، استحالة الاتنين يكونوا فورورد في نفس الوقت. ففي عندي احتمالين، يا إما يكون دايود واحد فورورد يا إما يكون دايود اتنين فورورد. لما يكون دايود واحد فورورد هيبقى احتمال جهد الخارج هو موجب EA، زي ما حضرتك شايفين في الرسمة المنقطة بالاسود هي الاي اي. امتى امشي مع المنقط الاسود او امشي مع الاي اي بالموجب بتاعه بالسالب بتاعه؟ امتى؟ لما يكون دايود واحد شغال. طب لما يكون دايود اتنين شغال هشوف جهد الخارج بتاع اللوت هو عباره عن سالب اي بي، سالب اي بي اللي هو مرسوم بالاحمر، المنقط بالاحمر ده، امشي مع المنقط بالاحمر ده لو دايود اتنين شغال. لو انا افترضت ان انا عندي ريزيستيف لود، ففي البوست هاف سايكل التيار هيحاول يندفع في الترانسفورمر. طبعا في البوست هاف سايكل هتكون النقطة العليا في الترانسفورمر أعلى من جهد النقطة اللي تحت، فالتيار هيحاول يندفع فيه من السالب للموجب، هيحاول يندفع فيه من تحت لفوق. لما التيار يحاول يندفع فيه من تحت لفوق، دايود واحد هيبقى فورورد ودايود اتنين هيبقى ريفيرس، لأن التيار لما يحاول يندفع من تحت لفوق هيحاول يمشي في دايود واحد من الأنود الكاثود فيعدي، ودايود واحد هيبقى فورورد. طب لما يحاول يمشي من تحت لفوق برضه هيحاول يمشي في دايود اتنين من الكاثود للانود، وبالتالي دايود اتنين هيمنعه انه يمر، وبالتالي دايود اتنين هيبقى ريفيرس. فبالتالي في البوست هاف سايكل الطيار هيحاول يندفع من السالب للموجب، دايود واحد هيبقى شغال، فبالتالي اللود هيشوف اي اي موجب اي اي فهمشي مع الاسود. وانس ان الجهد ينزل للصفر الطيار هينزل للصفر، انا اعتبرت ان اللود ريزيستيف لود. طب في بعد كده هيبدأ معايا النيجاتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل النقطة العليا هتبقى سالب بالنسبة للنقطة اللي تحت، هتبقى أقل في الجهد من النقطة اللي تحت، بالتالي التيار هيحاول يندفع في السبلاي اللي هو الترانسفورمر من النقطة الأقل في الجهد للنقطة الأعلى في الجهد، فالتيار هيحاول يندفع من فوق لتحت. دايود واحد هيبقى ريفرس لأن التيار هيحاول يمشي فيه من الكاثود للأنود. طب دايود اتنين، دايود واحد ده هيبقى ريفرس لأن التيار هيحاول يمشي فيه من الكاثود للأنود، دايود اتنين هيبقى فورورد لان التيار هيحاول يمشي فيه من انود الكاثود، وبالتالي اللود دلوقتي هيشوف سالب الاي بي، فبالتالي مشيت مع سالب الاي بي من باي لاتنين باي، وفي كلا الحالتين تيار اللود اتجاهه واحد وثابت. دايما هتلاقي تيار اللود داخل من نقطة الكاثود، داخل اللود من نقطة الكاثودز بتاعة الدايود، فدايما النقطة دي نقطة موجبة بالنسبة للود، والنقطة السالبة بتاعة اللود هي نقطة السنتر تاب. طب نخش بقى على الكنترول ريكتفاير. سنتر تاب كنترول ريكتفاير، بستبدل الدايودز ب 2 ثايرستورز. ايه الفرق الثايرستور عن الدايود؟ الثايرستور فرق عن الدايود ان انا بقدر اتحكم في نقطه الاون. الدايود وانس ان الانود بيبقى اعلى من الكاثود، او وانس ان التيار بيحاول يندفع فيه من الانود للكاثود بيتحول فورورد، انما الثايرستور لا، بقدر اتحكم في لحظه الاون. فلو انا افترضت ان اللود عندي ريزيستيف لود فهلاقي انه شغله زي الدايود بالظبط، بس كل الموضوع ان انا بقدر ارحل نقطه البدايه بزاويه بيسمى الفايرنج انجل او رمز ده بالرمز الفا. ففي البوست اوف سايكل الطيار هيحاول يندفع، طبعا السبلاي هيبقى النقطه اللي فوق اعلى من النقطه اللي تحت، والطيار هيحاول يندفع من النقطه الاقل للنقطه الاعلى فيمشي من تحت لفوق.
سيروس الاثنين الطرح هيحاول يمشي فيه من الكاثود للانود فهيبقى ريفرس. طب سيروس الواحد هيحاول الطريق يمشي فيه من الانود للكاثود فهيبقى فورورد، بس بلوكينج منتظر ان انا اديله بالس. فوانس ان انا اديله بالس بعد زمن الفا او بعد زاويه الفا هيبقى شورت وهيبقى فورورد، والتيار فعلا هيندفع فيه والطيار هيبدأ يندفع فيه من الانود للكاثود، وبالتالي اللوت هيشوف موجب الاي اي بس بعد زمن الفا لغايه ما التيار ينزل للصفر. سيروس الواحد هيتحول ريفرس. في النيجاتيف هاف سايكل التيار هيحاول يندفع من فوق لتحت، سيروس الاثنين هيتحول فورورد بلوكينج، هينتظر ان انا اديله بالس فاديله بالس بعد زمن الفا. السيروسور فروع عن الدايود ان انا بقدر ااجل زمن تشغيله بزاويه مقدارها الفا، وزي ما انتم شايفين الفي افريج بتساوي لو انا عايز احسبها فترة التكرار هي باي، الاريا موجودة من الفا لباي، والمعادلة هي اي ساين سيتا دي سيتا، حيث الاي هي الماكسيمم فاليو لنص جهد السكندري او الماكسيمم فاليو للاي اي او الماكسيمم فاليو للاي بي. لو عايز احسب الاي افريج هي عبارة عن الفي افريج على قيمة المقاومة. طب لو انا افترضت ان اللود هايلي اندكتيف لود، يعني اللي بتاعته عالية جدا لدرجة إن التيار مش هيتغير، التيار هيتظل ثابت، فهفترض أولا افتراض كده إن التيار هيبقى بيور دي سي مفهوش أي ريبلز. في البوست هاف سايكل سيروس الواحد هيبقى فورورد أو مهدله بالس بعد زمن ألفا هيشتغل. لما يوصل الجهد لصفر عند باي بعد ما الجهد بعد اللحظة ديت هلاقي إن التيار لا يزال موجود. امتى سيروس الواحد يتحول ريفرس؟ سيروس الواحد يتحول ريفرس لو التيار بتاعه نزل للصفر، التيار بتاعه مش هينزل للصفر، التيار لازال موجود في الفترة ديت. المفروض ان اللود على بعضه شغال كسبلاي وبيرجع باور لناحية السبلاي. طب في الفترة ديت، في الفترة اللي بعد ما اللود بعد طبعا في الفترة بعد الزمن ده هلاقي ان الجهد انا لازلت ماشي مع الاي اي موجب الاي اي، فيظهر معايا جهد سالب والتيار لا يزال موجب. في الفتره ديت المفروض اللود زي ما قلت لك دلوقتي شغال كسبلاي. في الفتره ديت سيرستور 2 هيبقى فورورد بس فورورد بلوكينج، وانس ان انا اديله بالس هيشتغل ويسحب التيار من سيرستور 1، وبتسمى العمليه دي عمليه الكوميتيشن. تمام، فسيرستور 1 هيشتغل عند الفا، سيرستور 2 هيشتغل عند باي زائد الفا. لو كده احسب الفي افريج هتلاقي الفي افريج بتساوي 1 على باي، التكامل من الفا لباي زائد الفا، الموجه كلها موجوده من الفا لغايه باي زائد الفا اللي هي اللحظه اللي شغلت فيها سيرستور 2. للمعادله هي عباره عن اي ساين سيتا، حيث الاي هي الماكسيمم فاليو للاي اي او الماكسيمم فاليو للاي بي. فبعد ما اكمل العلاقه دي هلاقيها بتساوي 2 اي على باي كوساين الفا، ولو عايز احسب الاي افريج هيساوي الفي افريج على باي. طبعا بقى لو انا عايز اشوف بقى المعادلات، طبعا الفي افريج لسه حاسبها دلوقتي ب2 اي على باي كوزين الفا. لو انا عايز احسب التيار الافريج، القيمه الافريج دي هي قيمه دي سي، عشان احسبها لازم ابقى عارف الفي افريج، فهتساوي الفي افريج على ار. لو انا عايز احسب الباور اللي بيستهلكها اللود هي عباره عن اي سكوير في ار. طب لو انا عايز احسب باور السبلاي، باور السبلاي هي عباره عن مجموع الباورز المستهلكه في الدايره. انا عندي كام باور مستهلكه في الدايره؟ انا اعتبرت ان ترانسفورمر ايديال، معتبر ان السيرستورز ايديال، بالتالي كل الباور اللي بيديها السبلاي هي الباور اللي بيستهلكها اللود، فالبي اس بيساوي بي ال. طب لو انا عايز احسب بقى الباور فاكتور، عشان احسب الباور فاكتور محتاج اعرف ثلاث حاجات. هو ايه الباور فاكتور؟ الباور فاكتور هو عباره عن نسبه الباور بالوات اللي بيديها السبلاي الى الفولت امبير بتاع السبلاي. فعشان احسب الباور فاكتور لازم اعرف الباور بالوات اللي بيديها السبلاي. اتنين، لازم اعرف تيار السبلاي الار ام اس واعرف جهد السبلاي ار ام اس. جهد السبلاي ار ام اس هيبقى معطى بالنسبه لي. طب عشان اعرف تيار السبلاي الار ام اس لازم ارسمه، فعشان ارسمه هلاقي ان التيار السبلاي عشان ارسمه لازم اعرف التيار في السكندري بتاع الترانسفورمر، والتيار في السكندري بتاع الترانسفورمر هو نفس تيارات السيرستورز. فعايز احسب تيار سيرستور 1 وعايز احسب تيار سيرستور 2. لما يكون سيرستور واحد شغال في فترة من الفا لباي زائد الفا زي ما حضرتك شايفين في الرسم رقم 3، هيبقى تيار السيرستور هو نفسه تيار اللود. طب بعد باي زائد الفا هيكون السيرستور ريفرس. طب تيار اللود هيبقى جاي منين؟ هيبقى جاي من سيرستور 2، فهتلاقي سيرستور 2 رسمته هي الرسمة رقم 4. تمام، لما يكون تيار سيرستور واحد شغال هيبقى التيار ماشي في الترانسفورمر في اتجاه،
لما يكون سيرسور 2 شغال هيكون التيار ماشي في الترانسفورمر في اتجاه تاني، فعايز اقسم بقى التيار ناحية البرايمري، فهضربه في نسبة التحويل اللي هي N2 على N1، حيث N2 هي نص عدد لفات السكندري و N1 هي عدد لفات البرايمري بالكامل، فهضربها في قيمة التيار اللي انا لسه حاسبها من شوية. قيمة التيار اللي هي الاي دي ديت هي القيمة اللي كنت بقول انها بتساوي ال V average على R، فاضربها في النسبة وارسم التيار. لما يكون سيرسور 1 شغال هرسم التيار في اتجاه، لما يكون سيرسور 2 شغال هرسم التيار في الاتجاه التاني. فعشان احسب بقى الباور فاكتور، اول حاجة انا رسمت التيار بتاع بتاع السورس او بتاع السبلاي. تعال نحسب له ار ام اس فاليو، فجيت احسب الاي ار ام اس سكوير بتساوي فترة التكرار هي باي، تكامل من الفا لباي زائد الفا. معادلة التيار في الفترة دي هي قيمة ثابتة مقدارها اي دي في ان 2 على ان 1 سكوير دي سيتا. لما عملت التكامل ده وحسبت القيمة الافريج، حسبت القيمة ار ام اس، طلعت باي دي في ان 2 على ان 1. بالتالي اقدر احسب الباور فاكتور. الباور فاكتور هيساوي ايه؟ هيساوي الباور بالوات اللي بيديها السورس اللي هي كانت بتساوي البيلود، مقسوم على الفولت امبير بتاع السورس، وهتلاقي الفي اس دي دايما بيبقى مديها لك. طب لو عايز احسب الدستورشن فاكتور، لو عايز احسب الدستورشن فاكتور هو عباره عن نسبه الباور فاكتور الى الديسبيسمنت فاكتور. طب ايه الديسبيسمنت فاكتور؟ الديسبيسمنت فاكتور هو عباره عن الكوزين الزاويه بين الفاندامنتال كومبوننت اوف كرنت والجهد. هلاقي الزاويه ديت من تماثل شكل من الشكل بتاع تيار السورس هلاقيه بتساوي الفا، هي بتساوي نفس الفايرنج انجل. بالتالي لو عايز احسب الديستورشن فاكتور فهيساوي الباور فاكتور على كوزاين سيتا اللي هي نفسها كوزاين الفا. طب لو انا دخلت بقى على الكنترول سنتر تاب ريكتفايرز مع وجود فري ويلينج دايود، هو امتى الدايود بيشتغل؟ الدايود يشتغل لو جهد الانود زاد عن جهد الكاثود. طب لو انا مثلا الموجه اللي انا راسمها تحت ديت هي الموجه في حاله عدم وجود الدايود اللي انا كنت برسمها من شويه، وكان ديت موجه جهد الخارج، كان سيرسور 1 بيشتغل من الفا لباي زائد الفا، وسيرسور 2 بيشتغل من باي زائد الفا، واشتغل فتره مقدارها باي. امتى الانود هيبقى اعلى من الكاثود في الرسمه دي؟ انا موصل الانود فين؟ انا موصل الانود على، يعني انا موصل الدايود الكاثود بتاعه على النقطه الموجبه بتاعه الحمل، والانود بتاعه على النقطه السالبه بتاعه الحمل. امتى الدايود ده يتحول فورورد؟ الدايود ده يتحول فورورد لما يكون جهد الخارج جهد سالب. فلو حضرتك بصيت في الويف فورم اللي انا رسمها من تحت، هتلاقي ان المنطقه السائبه اللي انا مظللها بالاحمر ديت هي دي المنطقه اللي الدايت هيتحول فيها فورورد، والدايت لما يتحول فورورد هيخلي الجهد الخارج بكام؟ بزيرو. بس ده مش يعني ان التيار الخارج هيبقى بزيرو، لان الملف هيفرغ الطاقه بتاعته في الفتره ديت في المقاومه بتاعته بس، ومش هرجع باور للسبلاي. يعني تيار اللود برضه هيبقى تيار كونتينيوس، الاي ال هيبقى تيار كونتينيوس، بس مرة هيبقى جاي من سيرسور 1، مرة هيبقى جاي من سيرسور 2، وفي الفترات اللي المفروض الجهد يبقى فيها سالبة ديت هيبقى ماشي في الدايود ويخلي الجهد بكام؟ بزيرو. لو حضرتك بصيت بقى في الموجات والمعادلات، الموجات هتلاحظ ان الموجة بالظبط تيبيكال زي الموجة اللي فاتت، بس ما فيهاش جهود سالبة. المنطقة بس وتيار اللود تيار كونتينيوس. هتلاقي تيار السيرسور بقى مش من الفا لاتنين باي، هتلاقي من الفا لباي. طب من باي، من الفا لباي زائد الفا، هناك كان من الفا لباي زائد الفا، مش هتلاقيه هنا من الفا لباي زائد الفا، هتلاقيه هنا من الفا لباي. طب في فتره من باي لالفا زائد باي، الفتره ديت كانت الدايودز شغال وتيار اللود كان جاي من الدايودز. طب انا كنت برسم تيار السيرسورز ليه؟ برسم تيار السيرسورز عشان ارسم تيار السورس عشان اقدر احسب الاي اس ار ام اس، ومنها احسب الباور فاكتور. المعادلات الفي دي الفا اللي هو الافريج فاليو ل جهد الخارج هو 1 على باي، الاريا موجوده من الفا لباي. لو حضرتك كميت المعادله ديت، طبعا قيمه المعادله في الفتره ديت هي اي ساين سيتا، هيطلع 2 اي على باي في نص زائد نص كوزاين الفا، الفا بتتغير من صفر لباي. عايز احسب الاي دي، قيمه الاي دي اللي هي القيمه الدي سي الموجوده عندي دي هي عباره عن الفي افريج على ار. لو انا عايز احسب الباور بتاعه السورس هو نفسه الباور بتاعه اللود، فعباره عن اي سكوير في ار. لو عايز احسب الباور فاكتور فمحتاج احسب الاي اس ار ام اس. فالاي اس زي ما حضراتكم شايفين، لما يكون سيرسور 1 شغال هيبقى التيار ماشي في ملفات البرايمري في اتجاه، بالتالي في السكندري في اتجاه، بالتالي ملف البرايمري هيبقى تياره في اتجاه معين. لما يكون سيرسور 2 شغال هيبقى التيار هينعكس في ملفات السكندري زي ما قلت من شويه، بالتالي التيار في البرايمري هينعكس زي ما حضراتكم شايفين. قيمة البيك بتاع تيار البرايمري هي عبارة عن الـ ID اللي هو البيك بتاع السكندري، بس مضروب في نسبة N2 على N1.
يبقى كده انا معايا المعادله. طب عايز بقى احسب الاي اس ار ام اس. الاي اس ار ام اس سكوير بيساوي فتره التكرار هي باي. التكامل من كام لكام؟ التكامل من الفا لباي. التيار موجود من الفا لباي. طب معادلته، معادلته قيمه ثابته مقدارها اي دي في ان 2 على ان 1 سكوير دي زيتا. لما تكمل دي هتلاقي ان الاي اس ار ام اس بتساوي اي دي في ان 2 على ان 1، الاي دي اللي انت لسه حاسبها من شويه اللي هي الفي افريج على ار في ان 2 على ان 1 مضروب جذر باي ناقص الفا على باور. عرفت انت التيار ده وعرفت الباور بتاعت السبلاي، الباور بتاعت السورس، تقدر تحسب الباور فاكتور ان هي عباره عن باور السورس على الفي اس في الاي اس. عايز تحسب الديستورشن فاكتور هو عباره عن لامدا على كوزين سيتا، هتلاقي سيتا هنا بتساوي نص الفا، فهتلاقي زاويه الفاندمنتال كده بالملاحظه يعني بتساوي نص الفا. نشوف اول مساله في الشيت. بيقول لك في دايره السنتر تاب ريكتفاير الموجوده قدام حضرتك ديت، جهد السبلاي الدخل بتاع البرايمري ار ام اس 200 فولت، نسبه عدد لفات نص البرايمري نص السكندري للبرايمري 1.5، ان 2 بيتداري في المساله ديت دايما هي نص عدد لفات السكندري اللي بحسب منها اي اي او اي بي. مقاومه الخارج 20 اوم، ال بتاعت الخارج عالية جدا، مطلوب مني اعمل سكتش لجهود الخارج وتيارات الثيرستورز وارسم تيار السبلاي واحسب ال اكتف باور بتاعت السبلاي، احسب باور فاكتور، احسب الديستورشن فاكتور، واحسب الديسبيسمنت فاكتور. وبيقول لي عند الفا يعني احسب، حل المسألة دي مرة عند الفا ب30 وعند الفا ب45 وعند الفا ب60. انا حليت المسألة عند 45، وطبعا الحل التاني شبهه بس مع تغيير، بس عمل شيفت في الرسمة ومع تغيير التعويض في القوانين. اول حاجة وانا برسم الجهد، طبعا شرحت لحضراتكم ازاي ترسم الجهد، ازاي ترسم تيارات الثيرستورز. طبعا تيار اللود واضح ان هو كونتينيوس. تيار السورس زي ما انتم حضراتكم شايفين، لما يكون الثيرستور واحد شغال هيكون تيار السورس في اتجاه، لما يكون ثيرستور اتنين هو اللي شايل تيار اللود هيكون تيار السورس في اتجاه مخالف. وطبعا تيار السورس هيبقى قيمة البيك بتاعته هي قيمة البيك بتاعة تيار اللود مضروبة في نسبة عدد اللفات، فمضروبة في 1.5 لأن 2 على إن 1. فلما أجي أحسب كده بقى، طبعا أنا رسمت الرسومات زي ما حضراتكم شايفين. فتعال نحسب بقى جهود الخارج. نحسب ال في دي، هو طالب مني الباور وطالب مني الباور فاكتور. عشان احسب الباور لازم اكون عارف طريق اللود او جهد الخارج، يا التيار يا الجهد. لو انا عارف التيار هروح مربعه وضربه في المقاومه، لو انا عارف الجهد هربعه واقسمه على المقاومه. طب احسب جهد الخارج ازاي؟ ممكن ابقى حافظ القانون على طول، او ان انا استنتجه من شكل الموجه. الفي افريج هيساوي واحد على فتره التكرار اللي هي باي، التكامل من الفا لباي زائد الفا الاي ساين سيتا دي سيتا. الاي بقى بكام؟ يهمنا ما اجي اعوض. الاي دي هي الماكسيمم فاليو لنص جهد السكندري. طب جهد البرايمري كام؟ جهد البرايمري 200، يبقى جهد السكندري الار ام اس نص على نص عدد لفات على ان 2 هيبقى قيمته 300. طب الاي بقى هي كام؟ مش ال 300، ايه هي الماكسيمم فاليو بتاعت 300 اللي هي 300 جذر 2. لما انا كملت المعادله دي طلع ب2 اي على باي كوزين الفا، عوضت زي ما حضراتكم شايفين طلع لي قيمه الفي دي بكذا. كنت ممكن اخد هي سكوير على المقاومه كان هي هتبقى دي الباور، او هحسب التيار عشان انا كده كده عايز قيمه التيار ديت عشان هحتاجها تحت في وانا بحسب تيار السورس. فالاي دي هي الفي دي على ار، حسبتها زي ما حضراتكم شايفين، والوحده بتاعتها امبير. بعد ما حسبت ديت اعمل سكيب للخطوات بتاعه التيار السورس ديت على طول تحت الباور بتساوي اي دي سكوير في ار، ومن هنا دي حسبت الباور بتاعه المقاومه اللي هي نفسها باور السورس. طب بعد كده هو طالب الباور فاكتور، الباور فاكتور لازم اكون عارف باور السورس وانا حسبته. عايز احسب بقى تيار السورس. طب تيار السورس البيك بتاعته بكام؟ انا التيار الاي دي قيمته تقريبا 7 امبير، تاخد القيمه دي تضربها في 1.5 هحسب الاي بيك بتاعه السبلاي فولتج السبلاي كارنت هيطلع ب 10.642 امبير. تاخد القيمه دي بقى، القيمه دي هي البيك بتاعه تيار الايه، تيار السورس. ممكن تحسب بقى قيمه الار ام اس للسورس كارنت، لما تحسبها هتطلع تقريبا بتساوي 10.642 امبير. معايا القيمه دي بقى، عايز بقى احسب باور فاكتور. فالباور فاكتور عباره عن الوات بتاع السورس اللي بيبعته،
بيبعت باور بالواط قد ايه، وانا حسبتها من شويه هتطلع ب 1006 تقريبا واط. هسيب على الفولت امبير، الفولت بتاع السورس هو دايما بيبقى مديهولي، هو هنا مديهولي ب 200 فولت، معلش انا كاتبها هنا 220 بس هي 200 فولت. هضربها في التيار احسب من هنا الباور فاكتور. بعد كده في الفول كنترولد سنتر تاب بلاقي ان سيتا بتساوي الفا، بالتالي كوزاين سيتا هي نفسها كوزاين الفا. طب عايز احسب ديستورشن فاكتور، الديستورشن فاكتور هو نسبة الباور فاكتور للديسبيسمنت فاكتور، وطلع معايا هنا بوينت 8184. المسألة رقم 2 بيقول عيد حل المسألة رقم 1 مع توصيل فري ويلينج دايود. كل اللي هيعمله الفري ويلينج دايود ده ان مش هيخلي فيه اي جهود سالبة هتطلع. انا حليت المسألة عند الفا ب 120، عند الفا ب 120 زي ما حضراتكم شايفين الجهد طالع ما فيهوش اي قيم سالبة خالص. لو انا مش حاطط فري ويلينج دايود هلاقي من اول الفا لغاية باي زائد الفا انا ماشي على الاي اي. طب هنا لما وصلت فري ويلينج دايود عند الباي المفروض الجهد هينعكس، لما الجهد ينعكس الدايود بيشتغل، الدايود بيشتغل يعني بيخلي الجهد الخارج ايكوال زيرو. فزي ما حضراتكم شايفين طريق اللود كونتينيوس، تيار الثيرستور واحد هو من الفا لباي، تيار الثيرستور اتنين من باي زائد الفا لاتنين باي. تيار السورس لما يكون ثيرستور واحد شغال هيبقى في اتجاه، لما يكون ثيرستور اتنين في شغال هيبقى في اتجاه تاني. زي ما حضراتكم شايفين الرسم، لما اجي اعيد الحل هحسب الفي دي الفا هلاقيها لما اجي استنتج القانون هيطلع 2 اي على باي في نص زائد نص كوزين الفا، واتفقنا الاي بتساوي 300 جذر 2 والالفا هقطع عنها ب 120. ممكن احسب بقى الاي دي ومنها احسب الباور على طول. طب عايز احسب باور فاكتور فلازم اعرف تيار السورس، تيار السورس لما اكامل هيطلع بالاي دي في ان 2 على ان 1 في جذر باي ناقص الفا على باي. لو عوضت في باي ناقص الفا على باي عوض عن الالفا بالريت، لو عايز تعوض عن الفا بالديجري عوض عن باي ب 180، يبقى 180 ناقص الفا على 180 هيطلع تيار السورس 2.924 امبير. عايز تحسب بقى الباور فاكتور، خلاص انت معاك الباور بتاعة السورس، معاك الفولت امبير بتاع السورس، تقدر تحسب الباور فاكتور بتاعة السورس. بعد كده هحسب الكوزاين، طبعا الباور فاكتور ده الباور فاكتور بتاع اللود ككل، بتاع السنتر تاب مع اللود مع كل ده الباور فاكتور بتاعه هيطلع هنا 0.3898. بعد كده عايز احسب الديسبيسمنت فاكتور، فهو كوزين سيتا، وسيتا هنا من الشكل بتساوي الفا على 2 بتساوي كوزين 60 هتساوي نص. الديستورشن فاكتور هو نسبة الباور فاكتور للديسبيسمنت فاكتور، ويطلع معاكم بالرقم الموضح ده. نشوف المسألة رقم 4. المسألة رقم 4 والمسألة رقم 3 بيقول السبلاي بالريكتفاير بتاع المسألة اللي فاتت هاخده أشحن بيه بطارية، البطارية دي الفولت بتاعها 150 فولت وأشحنها من خلال مقاومة 3 أوم. في المسألة رقم 3 افترض إن هي البطارية بالمقاومة بس، ده اللود بالنسبة لي. في المسألة رقم 4 لا، افترض إن أنا بشحنها من خلال اندكتنس، الاندكتنس دي قيمتها عالية جدا. المسألة رقم 4 هي اللي هحلها. فبيقول وضح لي بالرسم الرينج بتاع الالفا عشان اقدر اشغل الريكتفاير ده كشحن للبطارية، وطالب مني الماكسيمم بوسيبل باور تو ذا باتري، وطالب مني قيمة الفايرنج انجل اللي من خلالها اقدر اوصل باور قيمتها 750 واط للبطارية، ومطلوب معاهم بقى في المثال رقم 4 مطلوب مني الباور فاكتور، مطلوب مني الديستورشن فاكتور، ومطلوب مني الديسبيسمنت فاكتور. نبدأ الحل. طبعا الرسومات زي الرسومات اللي فاتت بالظبط، كجهد السورس وتيار اللود ورسمة تيار السبلاي. انا محتاج ارسم تيار السبلاي عشان احسب منه الامبير الار ام اس بتاع السبلاي عشان اقدر احسب باور فاكتور بعد كده. طب التيار هنا، التيارات اللي فاتت طبعا هحسب الفولت الافريج لو انا عايز احسبه مثلا، يعني التيار هنا بقى ما بيساويش الفي افريج على ار، لا الفي افريج ناقص قيمة البطارية على ار. عايز احسب التيار الافريج، التيار الافريج بيساوي في دي الفا ناقص اي دي جهد البطارية، كل ده مقسوم على قيمة مين؟ قيمة ار. هو بيقول لي ايه؟ انا عايز الرينجز بتاعت الفا اللي اقدر اشحن من خلالها البطارية. اكيد انا هقدر اشحن البطارية ديت لما يكون جهد الخارج بتاع الريكتفاير
اعلى من 150 فولت، لانه لو اقل من 150 فولت المفروض البطارية هتفرغ. طبعا البطارية مش هتعرف تفرغ في السورس ده مبدئيا، يعني مش هقدر الا اني اشحنها، فعشان اشحنها محتاج جهد اكبر من 150، فاكيد 150 ده هو الليميت، يعني اشحن بفوق ال 150 او اكتر. يعني 150 دي بالنسبه لي الليميت، اشحن عند 150 او اكتر من 150، فهاخد الليميت اللي هو 150. ده هيبقى ال VD الفا، ده اقل قيمه ما ينفعش اساسا انا اوصل لها عشان اشحن البطاريه. لو انا الجهد الخارجي بتاع الريكتفاير 150 كده، انا مش هشحن البطاريه اصلا، مش هيبقى فيه تيار في الدايره. طب والحل؟ الحل دلوقتي ان عند 150 المفروض ما اجيبش الفايرنج انجل اللي تجيب لي 150، فانا هاخد 150 ديت اعوض بقى في القانون. انا دلوقتي شغال 3 فيز سنتر تاب، شغال سنجل فيز فولي كنترول سنتر تاب، قانونه كان 2 اي على باي كوزين الفا. هعوض بقى عن الفي دي الفا بكام؟ ب 150. فاحسب قيمة الالفا، الفا اللي هي الماكسيموم دي المفروض اساسا انا ما اوصلهاش. فدلوقتي الرينج بتاع الألفا هيطلع من 0 لغاية 56 درجة. عند 56 26%، ده الرقم ده كده هيبقى خارج الريكتفاير 150 فولت، وكده البطارية مش هتشحن. طب دلوقتي هو بيقول لي أنا عايز الماكسيموم بوسيبل باور تو ذا باتري، عايز أقصى قيمة للباور ممكن أوصلها للباتري. أقصى قيمة باور ممكن أوصلها للباتري، الباتري بتشحن أو الطاقة اللي بتوصل لها عبارة عن قيمة التيار في قيمة فولتها أي في إيه، وقيمة إيه ثابتة، فأكيد هيوصل لها أقصى قدرة لما يكون تيارها اعلى تيار، لما اكون اشحنها باعلى تيار. طب التيار ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جهد الريكتفاير ناقص جهد الباتري على قيمة المقاومة، فاكيد هاخد اعلى تيار لما يكون جهد الخارج بتاع الريكتفاير باعلى قيمة. طب جهد الخارج هاخده باعلى قيمة امتى؟ لما تكون الفا بصفر. فعوض عن الفا بصفر، حذفت ال VD الفا زي ما حضرتك شايف كده، هطلع عند الفا بصفر هيطلع الفي دي الفا اقصى قيمه ممكن اخدها من الريكتفاير هي 270.095 فولت. هحسب منها الاي دي هيطلع 40 امبير، 40.032 امبير. طبعا ده اقصى قيمه التيار ممكن اخدها من تبقى ماشيه في الدايره عموما يعني. فلما اضربها بقى قيمه التيار دي اضربها في قيمه جهد البطاريه، كده حسبت اقصى باور ممكن توصل ليه البطاريه. طب تاني مطلوب بيقول لي انا عايز احسب الفايرنج انجل اللي يكون عندها الباور اللي هشحن بيها البطاريه قيمتها 750. فانا ده بالنسبه لي هي الباور بتاعت البطاريه، فباور البطاريه دي برضو بتساوي تيار البطاريه مضروب في جهد البطاريه. هنا حسبت تيار البطاريه، تيار البطاريه ده ممكن احسب منه ال في دي الفا، حسبت ال في دي الفا ممكن ادخل احسب منها الالفا، وحضراتكم زي ما انتم شايفين الارقام اللي طلعت دلوقتي قدامي. فاضل بقى ان انا احسب في الحالتين، في حاله الماكسيمم باور، وفي الحاله الثانيه بتاعت الباور 750 احسب الديستورشن فاكتور، واحسب الباور فاكتور، واحسب الديسبيسمنت فاكتور. ففي الكيس الأولانية اللي هي كيس الماكسيمم باور، الباور بتاعت السورس أنا قلت لك لازم تحسب تلات حاجات عشان تحسب الباور فاكتور: باور السورس، تيار السورس الآر ام اس، وجهد السورس. جهد السورس هو دايما هتلاقيه مديهولي، هنا في المسألة بميتين فولت. فعشان أحسب البي اس، البي اس هنلاقيها هنا عبارة عن مركبتين، باور مفقودة في المقاومة وباور اللي بشحن بيها البطارية. فقدرت احسب البي اس زي ما حضراتكم شايفين، باور المقاومة اي سكوير في ار، وباور البطارية عبارة عن الاي في اي، او انا لسه هحسبها من شوية. فطلع معايا البي اس بالرقم اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده عايز بقى احسب الاي اس، الاي اس ار ام اس هيطلع معاك بالاي دي في ان 2 على ان 1 زي ما احنا اثبتناها من شوية. حسبت من هنا الاي اس، قدرت احسب من هنا الباور فاكتور. الديسبيسمنت فاكتور السيتا هتلاقي هنا بتساوي الفا لان هي فولي كنترولد، فالكوزين سيتا بيساوي كوزين الفا، وهلاقي الفا هنا بصفر في الماكسيمم بوسيبل باور، فهلاقي الكوزين الفا بكام؟ بواحد، او الديسبيسمنت فاكتور بواحد. الديستورشن فاكتور هو نسبة الباور فاكتور على الديستورشن فاكتور الديسبيسمنت فاكتور، فهيطلع 9/10. كيس 2 لما كانت باور الباتري 750 واط، هحسب معاها كان في الحالة دي كان قيمة التيار اللي ماشي في الدايرة هو عبارة عن 5 امبير. من القيمة دي حسبت الباور المفقودة في المقاومة، كده حسبت الباور الكلية اللي جاية من السورس. هحسب بعد كده تيار السورس، تيار السورس هيطلع اي دي في ان 2 على ان 1، حسبت منها تيار السورس، قدرت احسب الباور فاكتور والديسبيسمنت فاكتور والديستورشن فاكتور زي ما حضراتكم شايفين كده. اتمنى ان يكون حضراتكم استفدتوا من السكشن النهارده، وان شاء الله هنتابع مع بعض بالفيديوهات لغايه ما ان شاء الله بنخلص كل السكاشن بتاعه المنهج. وإن شاء الله كل خير، وأي استفسار يعني احنا موجودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.